الله قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول له: ورتل القرآن ترتيلا. إذا هنيئا هنيئا للأطفال، هنيئا للأمهات بهذه الأمسية الرائعة وبهذا الجو المبارك الذي يتخلله كتاب الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. ها نحن نتلو كتاب الله عز وجل ونتدارسه، ويصحح بعضنا بعض أخطاء البعض، يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذا نحن هنا نذكر الله عز وجل في هذا المجلس يبدو لنا صغيرا وهو عند الله سبحانه وتعالى كبير، كما يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا فكلما قرأت القرآن الكريم أيها المسلم إلا وازددت درجة عند الله عز وجل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: ارقى اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سبحان الله، يعني كلما قرأت القرآن الكريم وكلما تدبرت القرآن الكريم وكلما رتلت القرآن الكريم إلا وازددت درجة عند الله سبحانه وتعالى. إذن فمن أراد أن يرتقي عند الله عز وجل درجات، أن يجعل لنفسه وردا من كتاب الله، أن يجعل لنفسه وردا من كتاب الله، أن يجعل وأن يعلم أبناءه أن يقرأوا القرآن الكريم، والله لهو النجاة. عصر الفتن وعصر المشاكل، على الآباء أن يتمسكوا بالقرآن الكريم وأن يعلموا أبناءهم القرآن الكريم، لأن به النجاة، من تمسك به نجا. يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن هو المنجي في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أدبوا أبناءكم على ثلاث. من هذه الثلاث أيها الأحبة: أدبوهم على تلاوة القرآن، أدبوهم على حفظ القرآن الكريم. بالتأكيد أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن أدبت ابنك على حفظ القرآن الكريم وعلى ترتيل القرآن الكريم فتستفيد منه أنت في الدنيا والآخرة، ويستفيد منه هذا الطفل فيتربى بآداب القرآن الكريم ويتخلق بأخلاق القرآن الكريم، ويصير إن شاء الله كما قالت أمنا عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان يتمثل كل ما في القرآن الكريم من آداب، وكل ما في القرآن الكريم من أحكام. يعلم أبناءنا أن هذا القرآن هو كتاب ربنا، وهو كلام ربنا، وهو النور الذي قال فيه الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله عز وجل النور، أنزل هذا النور لهذه الأمة، فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، إلى آخر الآيات. الله عز وجل أنزل هذا القرآن، هذا أفضل كلام، في خير ليلة، هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، واختار له سبحانه وتعالى خير الأيام، هي أيام رمضان المبارك، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، واختار لهذا القرآن خير الرسل، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون هذا القرآن أيضا لخير أمة أخرجت للناس
يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أبناءنا لقراءة القرآن ولتلاوة القرآن. اللهم أدب أبناءنا بآداب القرآن، اللهم أدب أبناءنا بآداب القرآن، وخلقهم بأخلاق القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم قائدا لنا ولأطفالنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله النور الذي يمشي به أبناؤنا في هذه الحياة. اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه. اللهم أصلحهم، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نشكر الإخوة الذين يقومون على هذا العمل الجبار. ربما للسنة كم من سنة استعداد؟ ما شاء الله 22 سنة يقومون بهذا العمل العظيم، وكل عام إلا ويزداد المشاركون. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الأمر في ميزان حسناتهم، كما نسأله تعالى أن يتقبل من لجنة التحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في صحتهم، وأن يبارك لهم في علمهم، وأن يبارك لهم في كلامهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.